بسم الله تعالى وبه نستعين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح الجلسة الثانية اليوم الثالث في المؤتمر العلمي العالمي الحركتان العلمية والفكرية في العراق، وسنستمع إلى مجموعة من الباحثين الكرام حسب الترتيب المرتب سابقا. ونبدأ أولا بالبحث الموسوم النخب الدينية العراقية ومنظمات المجتمع المدني للأستاذ دكتور برزان ميسر الحامد، أستاذ في كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة الموصل، فليتفضل مشكورا مع الالتزام بالوقت إن شاء الله 10 دقائق لكل باحث. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السيد رئيس الجلسة، أساتذة الأفاضل، السادة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مداخلة البحثية في هذا المحفل العلمي الكريم تتناول شخصية كان لها دور في تاريخ العراق الحديث. البحث ومن باب الأمانة العلمية مشترك مع أحد الأخوة والزملاء في القسم في الكلية، الأخ الدكتور مجول محمد محمود، لكن هناك بعض الظروف التي ألمت به وحالت دون حضوره والتحاقه بهذا المحفل العلمي الكبير، وإن شاء الله سوف أسد غيبته بإذن الله. البحث عنوانه كما ذكر السيد رئيس الجلسة النخب الدينية العراقية ومنظمات المجتمع المدني الشيخ أمجد الزهاوي انموذجاً. بعد سيطرة بريطانيا على العراق في المرحلة التي عقبت الحرب العالمية الأولى، شرع البريطانيون بوضع الخطط التي يمكن من خلالها إذابة الشخصية الإسلامية، لذلك فقد تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والعلمية لتنفيذها، ومنها التركيز على محاربة وزارة الأوقاف الدينية وتحويلها إلى مديرية، فضلاً عن تجريد النخب الدينية من الزعامة الروحية وإبعادها عن المشهد العام في العراق، ومن ثم إغراء بعض الأسر العلمية وإفساد أبنائها بكل الوسائل في محاولة منها إعطاء صورة سيئة عنهم وانتزاع ثقة المجتمع بتلك النخب. ومن أجل الوقوف والتصدي لتلك المحاولات البريطانية، شرعت بعض القيادات النخبوية الدينية، ومنهم الشيخ أمجد الزهاوي 1883-1967، ولما امتلكه من روح وثابة للعمل الإسلامي، فضلاً عن فكره الحركي الذي أهله للإسهام في انتشار بعض الجمعيات الدينية والتربوية في النصف الأول من القرن العشرين. يهدف هذا البحث العلمي المتواضع إلى تبيان دور النخب الدينية ممثلة بالشيخ أمجد الزهاوي في إنشاء منظمات المجتمع المدني، وقد توزع في فقرات عدة تناولنا في مجموعها أبرز الجمعيات الدينية والتربوية التي ساهم الشيخ أمجد الزهاوي في تأسيسها. فمن هو الشيخ أمجد الزهاوي؟ هو أبو سعيد أمجد بن الإمام محمد سعيد، مفتي بغداد ابن الإمام محمد فيضي الزهاوي، لينتهي نسبه إلى الأمير سليمان باشا الكبير رئيس الأسرة البابانية، والذي أنشأ حفيده إبراهيم باشا بابان مدينة السليمانية وسماها باسم جده سليمان، وهو من ذرية الصحابي خالد بن الوليد المخزومي. ولد في بغداد عام 1300 هجرية، ما يعادلها 1882 بالتاريخ الميلادي، وبها نشأ في أسرة علمية ثرية ذات مكانة اجتماعية مرموقة. تلقى تعليمه الأولي على يدي والده محمد سعيد مفتي بغداد في حينها، وجده محمد فيض الزهاوي، ثم انخرط في مجالس العلماء ببغداد بالتوازي مع دراسته الابتدائية والإعدادية، قبل أن يرحل للدراسة بكلية القضاء ومعهد القضاء العالي في اسطنبول عام 1906، وتخرج منها بتفوق عالي عام 1906، ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني وسام شرف. وفي الفترة المحصورة بين
1907 إلى 1920 عين مفتياً في الأحساء، ثم عضواً في محكمة استئناف بغداد، ثم رئيس محكمة حقوق الموصل، ثم اعتزل الوظيفة مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعمل محامياً بعد دخول القوات الإنجليزية إلى بغداد، وترافع مدافعاً عن الشيخ ضار الزوبعي قاتل الكولونيال لجمن، وفي العام التالي عين مستشاراً للحقوق في وزارة الأوقاف العراقية. من أشهر أساتذة الشيخ أمجد الزهاوي محمود شكري الآلوسي وعبد الوهاب النائب وعباس حلمي أفندي القصاب والعلامة المعروف غلام رسول الهندي والشيخ عبد الرحمن القرداغي. كرس حياته لطلب العلوم الشرعية كالفقه والأصول، وله آراء شرعية وفتاوى مقبولة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. جاب الأقطار وشد الرحال لمختلف الدول الإسلامية في سبيل الدعوة إلى الله. أنيطت به وظيفة حاكم في محاكم العراق ووظيفة رئيس مجلس التمييز الشرعي، وعمل أستاذاً في كلية الحقوق، وكان يحاضر في دار العلوم العربية والدينية. أنيطت به كذلك بعد وفاة مفتي العراق الشيخ قاسم القيسي مهام الفتوى، إلا إنه رفضها رسمياً. استقر أواخر أيامه في خدمة العلم والتعليم، وكان له مجلسه الخاص في المدرسة السليمانية الذي يقصده مختلف العلماء والأدباء وطلاب العلم، والكل بين سائل ومشتكي ومستفتي، فلا يرد طلب وما عرف عنه غير السعي في خدمة الناس وعمل الخير والإخلاص لله. وكان كثير المطالعة، يحب البحث والمراجعة لكتبه، حتى يذكر عنه مطالعته للكتب قبل وفاته بساعة. من إنجازاته لم يكن الشيخ أمجد الزهاوي ينتمي إلى حركة أو حزب أو كيان، بل كان يحب العمل ويعمل مع كل من يعمل للإسلام أو ينفع المسلمين، وكان يساهم مع كل الناس ومع كل الجهات لإنجاز العمل الخير الإسلامي، حتى إنه كان يقول: لست مغفلاً حتى يخدعني أحد، أنا أعمل مع كل من يعمل للإسلام. يقول عنه الشيخ أحمد حسن الطاها أنه كان معروفاً لا تابع لأحد، لأنه موضع ثقة، موضع ثقة الكل، فصيح القول، كان متبوعاً لا تابعاً، وبأنه يؤيد ما هو حق ولا يكابر، وكان يترفع عن إثارة القضايا الجزئية الخلافية ويترك الأمر، فإذا سأله الناس أجاب بما هو حق. ثم يضيف الشيخ أحمد حسن الطاها قائلاً: هو ليس من الإخوان لأنه أقدم منهم، بل كان موضع ثقة للإخوان، وكان يصف حركة الإخوان المسلمين في مصر بكونها فتحاً مبيناً. كان الشيخ الزهاوي عضواً مؤسساً لعدة جمعيات إسلامية، مثل جمعية الهداية الإسلامية، وجمعية الآداب الإسلامية، وجمعية الأخوة الإسلامية، وجمعية رابطة علماء العراق التي تأسست في عام 1953، وجمعية التربية الإسلامية، وجمعية إنقاذ فلسطين التي تأسست بصورة رسمية في شهر كانون الأول من العام 1948. كانت القضية الفلسطينية همه الأول والأخير وشغله الشاغل طيلة حياته، لأنها في نظره كانت قضية الإسلام الكبرى في هذا العصر. وعلى مستوى أفقي أكثر اتساعاً، انشغل الشيخ الزهاوي بالعمل على وحدة الموقف العراقي الداخلي ضد الأخطار التي تستهدف مقومات المجتمع الدينية والثقافية، وذلك من خلال اتصاله بالقوى والمراجع الفقهية السنية والشيعية في شمال العراق وشرقه وغربه وجنوبه لتكوين موقف قوي وموحد ضد الاحتلال الإنجليزي. أيضاً كان له موقف تمثل برفضه لبعض الأيديولوجيات والأنظمة السياسية الوضعية الحديثة، كما في موقفه من الرأسمالية التي يقع أصحابها ضحية اللذة عندما ينشغلون بطلب الإثراء على حساب غيرهم. ارتكزت الرؤية النهضوية لدى الزهاوي على رافدين أساسيين، تمثل الأول في فكر تربية وتعليم الأجيال، ولهذا انصب تركيزه على صناعة الرجال ولم يلتفت كثيراً إلى صناعة الكتب، حيث كان يقول إن العمل للإسلام يجب أن يتوج بالنجاح، فإذا رأيت عملك ليس كذلك فهذا يعني إن طريقة العمل خاطئة، مع صحة الهدف فهناك خطأ في العمل وليس في الهدف. أما الرافد الثاني فهو الاهتمام بالجانب الدعوي والتركيز عليه.
كان الشيخ الزهاوي رحمه الله عضواً مؤسساً لعدة جمعيات إسلامية مثل ما ذكرت، كما انتخب رئيساً أيضاً لمؤتمر العالم الإسلامي والذي عقد في باكستان عام 1953، وكذلك مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد في القدس سنة 1954، وهو من المؤسسين لرابطة العلماء لرابطة العالم الإسلامي في مكة، وكان كثير الاهتمام بقضية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث سافر لمختلف أقطار الدول الإسلامية وعلى نفقته الخاصة مثيراً للهمم وشارحاً للمصيبة، يقصد به قضية فلسطين، وجامعاً للتبرعات ومحذراً من العاقبة الوخيمة المترتبة على تقصير الحكومات والمسؤولين في البلاد العربية والإسلامية بقضية ساعته وهي قضية فلسطين. كما كان يحمل روح الشباب، وهو شيخ كبير ساهم في نشر الوعي الإسلامي والدعوة إلى الإسلام، وترأس مثلما سبق ذكره 6 جمعيات إسلامية في وقت واحد، ومنها جمعية انقاذ فلسطين التي انتخب رئيساً لها في عام 1960. وفاة الزهاوي، حقيقة الكلام عن الزهاوي وغيره من العلماء يطول ولا يمكن أن نوفيهم حقهم في هذه الوريقات، لكن نسأل الله أن نوفيهم ببعض هذه الوريقات وأن يجعل يعني ما نقوم به خالصاً لوجهه الكريم. وفاة الزهاوي: في أواخر حياته أصيب الزهاوي بمرض السكري، أدخل على أثره إلى مستشفى الشعب في بغداد، وبعد أن شخصت حالته قرر الأطباء نقله إلى القاهرة لكونه قد أصيب بجلطة حادة، إلا أن سفره لم يتحقق بسبب ضائقة مالية كانت تمر به عائلته، لكن وزارة الأوقاف قامت بإقراضه مبلغ 1000 دينار بعد أن قدمت عائلته طلباً بذلك. وبعد إكمال مطالبات السفر سافر الزهاوي وبرفقة ابنه وحيد إلى القاهرة وأجري له الفحص اللازم، عاد بعدها إلى بغداد، إلا أنه أصيب بكسر في عظم الورك بعد سقوطه على الأرض في بيته، أدخل المستشفى وبقي فيها قرابة الشهرين ولكن لم يشفى. فضلاً عن ذلك، فأن الزهاوي كان مصاباً بداء الشيخوخة في فترة سابقة لمرضه الأخير، وقبل وفاته بأيام قصت ابنته نهال على والدها وأخبرته أنها رأت في المنام أن منارة عالية قد سقطت إلى جانبها، فقال لها الزهاوي إن عظيماً من عظماء الإسلام سوف يموت. وبعد ذلك توفي الزهاوي بتاريخ 17 تشرين الثاني عام 1967، وقد نشرت معظم الصحف العراقية خبر وفاته في اليوم الثاني والأيام الأخرى، وشيع في موكب وهيب في بغداد، حضرته جماهير غفيرة من العلماء والوزراء ووفود من رجالات العشائر العراقية، وأيضاً أوفد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت عبد الرحمن عارف أحد مرافقيه لحضور تشييع الزهاوي إلى مقبرة الخيزران التي تقع بالقرب من مقبرة الإمام الأعظم، وتم دفنه بالقرب من عمه الشاعر المعروف جميل صدقي الزهاوي رحم الله الشيخ الزهاوي وكل علماء المسلمين، وآسف على الإطالة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وآسف على الإطالة، وأشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور برزان لبحثه القيم، ونعتذر من المقاطعة لأنه هذا حكم من يحكم علينا الوقت، ولأن هذه الورقة الصغيرة أحياناً لما تجي تضطرب على الإنسان كل أموره، يعني كل مرة أقول لما جاءتني الورقة اضطربت علي الأروقة. والآن نأتي إلى بحث الأستاذ الدكتور لقاء مكي بعنوان صحافة ثورة العشرين، والأستاذ هو أستاذ في كلية الإعلام وباحث أول في مركز الجزيرة، فليتفضل لتقديم بحثه. ثورة العشرين ربما يعني من الصعب أن نتحدث عنها بالتفصيل هنا، لأن الجميع لديه إدراك يعني معرفة تامة بمجرياتها، ولا سيما في هذه القاعة من هو متخصص في هذه المرحلة من عمر العراق. هذه الثورة من ميزاتها أنها وقعت قبل تأسيس الدولة المعاصرة في العراق، وكانت السبب المباشر في تأسيس هذه الدولة في الحقيقة. لولا هذه الثورة ما كان انعقد مؤتمر القاهرة في آذار 21 و قرر تعيين فيصل ملكا على العراق كما طلب العراقيون، وتأسيس الدولة كان قرار سان ريمو، مؤتمر سان ريمو في نيسان 1920، هو انتداب البريطاني على العراق، وهذا كان سبب أو أحد الأسباب المباشرة لثورة العشرين.
هذه الثورة من ميزاتها مو فقط توحيد العراقيين، يعني احنا حقيقة من المعروف جدا ان هذه الثورة شملت العراق في مختلف مناطقه وكانت عابرة للطائفية والمناطقية، وهذه من السمات. استمرت حوالي 5 أشهر الثورة، وحينما انتهت كان تقريبا شملت جميع المحافظات في الوسط والشمال والجنوب، وتمركزت ربما في بعض المناطق في الفرات الأوسط وفي الفرات الأعلى، لكنها في كل الحالات شملت جميع المحافظات تقريبا بما فيها الموصل وكردستان وديالة وجنوب هذه المناطق. الميزات المهمة في هذه الثورة لم تتكرر أبدا بعد ذلك في العراق أبدا، يعني هذا التوحد ما بين الريف والحواضر المدن، مشاركة الجميع، شيوخ القبائل تعاونوا مع الأفندية أو المثقفين بطريقة غير معهودة حقيقة. عادة يكون هناك تنافس بين الطبقتين، لكن في هذه الثورة كان هناك تكامل حتى ما بين المرجعية الدينية في النجف. طبعا كانت شيرازي، شكرا جزيلا، كان الشيرازي قد تولى المرجعية في نيسان أو مايس 2019 بعد وفاة اليزدي، والشيرازي آية الله الشيرازي هو الذي أفتى بجواز قتال، وكان هذه الفتوى مهمة جدا لتأجيج الثورة على الأقل في الجنوب من بين المقلدين لهذه المرجع، وهم كثر طبعا. عموما هذا التواصل ما بين الحواضر والريف كان أساسيا في تفجر الثورة وفي التكامل ما بين الطرفين. أحاول أنتقل سريعا في سبيل كسب الوقت إلى مرحلة الصحافة. صحافة الثورة العشرين ولدت في سياق زمني كانت الصحافة به العراقية محاصرة بعد الاحتلال البريطاني للبصرة، يعني وصولهم عام 14 أغلقت كل الصحف. في نفس الوقت العثمانيين أغلقوا الصحف في بغداد والموصل بسبب الحرب، والطرفين أصدروا صحف موالية لهم يعني تنطق باسمهم. وحينما وصل البريطانيون إلى بغداد أيضا أغلقوا الصحف طبعا العثمانية وأصدروا صحيفة موالية لهم، كان في البصرة بصرة تايمز، وحينما وصلوا بغداد كان الصحيفة اسمها العرب، أسستها مس بيل وأشرفت عليها، وهذا الاسم طبعا كان محاولة للإيحاء بأن وعود البريطانيين بتأسيس مملكة عربية أو دولة عربية، مس بيل كان هذا هدفها. عموما الصحافة كانت كلها موالية للبريطانيين، ولم يكن هناك يعني مناخ صحفي يمكن أن يعني يفرز أفكار ثورية وأفكار صحفية أو ما شاكل. ثورة العشرين من ميزاتها أنها وفرت هذا السياق بشكل أو بآخر. هناك 3 صحف صدرت في خضم الثورة وللتعبير عنها، وولدت وقضي عليها أو انتهت في خلال الثورة أيضا. هذه الصحف أبرز صحيفتين فيها هي الفرات في النجف وأيضا الاستقلال النجفية، وهناك صحيفة ثالثة أيضا اسمها الاستقلال صدرت في بغداد لكنها أيضا أغلقت بعد ذلك. المهم الصحيفتين الأساسيتين صدر منهما 13 عددا فقط، وولدتا وانتهتا يعني خلال الشهور 5. لكن رغم هذا العمر القصير للصحيفتين، الثانية بالمناسبة الاستقلال النجفي حصلت على امتياز أو إجازة من قائم مقام النجف آنذاك، وهو السيد نور الياسري، وهو أحد رموز الثورة. يعني في النهاية كان قائم مقام النجف يوالي الثوار، أو هو من الثوار بالحقيقة، واجتمع مع الشيخ ضاري في حينها، هو الذي منح الجريدة الامتياز في سبيل أن يكون هناك لسان للثورة. ميزة الصحيفتين وحتى الاستقلال البغدادية تتمركز في قضيتين أساسيتين حقيقة. الأولى أنهما وثقا تفاصيل مهمة في مجريات الثورة على الصعيد العسكري وعلى صعيد المشاركين فيها. يعني إحنا حينما نتكلم من شارك ومن لم يشارك،
بل ومن عادى الثوار حتى ما بين العراقيين، أتكلم طبعا من الشيوخ القبائل، مذكورين بالاسم، خرج فلان شيخ الكذا وحاربنا ووالى الإنجليز، وهذا ما بيها يعني ما بيها محاباه أو يعني واضح. وفي نفس الوقت الذين قاتلوا من أول يوم إلى آخر يوم. الأمر الثاني هو التأسيس لقضية المراسل الحربي. لم يكن معروف قصة المراسل الحربي طبعا بسبب الاتصالات، أنا ذاك لم يكن تليفون ولا برق ولا، لكن في هاتين الصحيفتين الفقيرتين طبعا ما كان يصدران بشكل منتظم وما عندهم مطابع، ويعني طبعا الصحف يعني متخلفة بدائية يعني مثل زوراء إذا شايفيها، يعني كان عندي صور لكن للأسف ما. المهم كانتا برغم فقرهم المالي، وهذا واحد من أسباب توقفهما سريعا أيضا، لكنهما نقلا أو نقلتا عن الثوار تفاصيل المعارك. كانت التفاصيل تصل متأخرة بطبيعة الحال، لكنها في النهاية بالنسبة لنا كمؤرخين ومؤرشفين كانت توثق للمرحلة، يعني كان في النهاية هناك تفاصيل. من المهم أن نطلع على بعض هذه التفاصيل لمراسل حربي. حينما نتحدث مثلا عن مجريات معركة، قام فلان بجيش الطرف الفلاني بقصف الطرف الآخر والخسائر كذا، هذا الآن يجري فورا وربما نشاهد على الشاشة، لكن قبل 100 عام، قبل 100 عام كان يتخذ شكلا آخر، لكنه أسس لما نحن عليه اليوم. أستطيع أن ربما أنفعكم في جريدة الاستقلال النجفية اللي صدرت يوم 1/10/1920، في 10/10 نشوف هذه النصوص. جبهة الحلة، هذا النص، جبهة الحلة 9 محرم 1339، طبعا هذا يصادف أيضا شهر 10/1920، خرجت فصيلة من الإنجليز لاحتلال قلعة آل زنبو الواقع على مقربة من الخط الحديدي في مقاطعة المحاويل، فقابلها المجاهدون بقيادة صلاح الموح تبول يعني هذه الأسماء، والمعامرة بقيادة هزاع بدون شيخ ولا فلان، فأرجعهم إلى مواقعهم في بابل تاركين كثيرا من الخرطوش، وخسر المجاهدون 4 من الخيل واستشهد مجاهد وجرح 4. جبهة الناصرية 11 محرم 1339، خرج من الناصرية دقيقة واحدة خلص، خرج حقرة إلى أن تنتهي الدقيقة، خرج من الناصرية العدو يقدر طبعا في أشياء ممسوحة ما تمكن، العدو يقدر ب 1500 رجل وفارس، الخط الحديدي فراغ، الخط الحديدي بين الناصرية والسماوة، ولما وصل فراغ اصطدمت به جيوش العرب وهي آل غزي والبدو آل محسن، فقطعت خط رجعته ففر الفرسان وبقيت المشاة في حصار شديد، وقد وقعت بين الطرفين معركة استمرت 24 ساعة إلى آخره. في مراسلين هم ليسوا صحفيين، مثلا أخبار مهمة 18 محرم 39، جاء في كتاب مجهل آل فرعون، هو من الثوار لكنه أصبح مراسلا حربيا يقوم بدور الصحف المواطن. طبعا لما نؤرخ إحنا كإعلاميين للصحف المواطن الآن اللي يكتبون بتويتر ويصورون أحداث وهم مش صحفيين لكن يسموهم الآن صحف المواطن، نرجع أقصى فترة هي سنة 1963، الشخص المصور اللي صور مقتل كندي، مصور عادي كان يصور جولة كندي في دالاس وقتل كندي، وهذه الصور طبعا باعها ب100,000 دولار في حينها وصوروها، هذه الصور الوحيدة الموجودة الفوتوغراف طبعا، هذا يعني فيديو عفوا وصارت فوتوغراف، هذا قبل سنة 20 مجي لآل فرعون وهو أحد الثوار ينقل معلومات كمراسل حربي يقول الوقت انتهى الأستاذ، خلاص أنا أشكرك ما وقفنا أعطيني 10 دقائق أكمل والله كنا محكومين خلاص من وقت
دقيقة من وقت الدكتور. يلا يلا شكرا. ما دام هو جواج تسوي يعني. وأنا يعني أعرف أنه راح الناس يطلبون، فلذلك وقفت حتى هم يقولوا لهم وأنا أقول. طيب، جاء في كتاب مجهل آل فرعون إلى حضرة مزهر آل فرعون ما يلي: جاء أحد قواد الجيوش العربية متوجهة نحو العراق وقد فارقه في البوكمال. يقول أن الجيش العربي، الجيش العربي في البوكمال اللي كان مع الأمير فيصل، كان مشغلاً بتطهير سوريا من الأجانب، وقد فرغ اليوم من مهمته بعد طرد الأجانب من سوريا وتوجه نحو الفرات لإنجاد العراقيين. وخرجت من البوكمال القوة التركية التي تتألف من 4000 جندي بقيادة بيغ فلان كذا آل سعدون، والقوة العربية تتألف من 6000 جندي بقيادة مولود باشا قاصدة العراق. وسافر كنعان بيغ يرأس فرقتين إلى الموصل، وسافر قسم من قوتي إلى الشرقاط. طبعا هذه لأنه تاريخيا كان في قوة من البوكمال وجدتي يعني مع الجيش العربي، يعني الجنرالات نور السعيد ياسين الهاشمي اللي كانوا معه. في بعض التفاصيل راح أقراها أيضا لأنه مفيدة. إحنا طبعا نعرف بدون 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 ألقاب، كانت الصحافة تنشر بدون ألقاب. 6 محرم الفرات الأدنى، السكون سائد في هيت الكوفة، شهدت طياراتنا العبارة الآتية مكتوبة على سطح العبارة الآتية عفوا مكتوبة على سطح هذول. هذه عبارة عن كتب صادروها المجاهدين من الإنجليز وترجموها. تقول هذه العبارة: الكوفة، شهدت طياراتنا العبارة الآتية مكتوبة على سطح موقع محاصر جنودنا أننا في حاجة شديدة إلى السجائر والتتن. هذا لما كانت قوته محاصرة في الكوفة. بغداد، أصلح الخط بين بغداد وخان النقطة. سافر الشيخ ضاري إلى الشمال جزعا من قنابل طياراتنا التي ألقتها عليه. الإنجليز يتكلمون. الفرات الأدنى، 7 محرم 39، قبضت عشائر زوبة على الطيارتين اللذين، طبعا هذا النص يعني، سقطت طيارتهم قرب خان النقطة وأرسلتها إلى الفلوجة. جبهة الدليم، قد اتفق الشيخ الهتاويين والشيخ الكريشيين والشيخ فياض والشيخ شرطان مع الشيخ ضاري وهو الآن عند السيد نور. الاستقلال، هذا طبعا نص الاستقلال، شو تقول؟ لم يتقابل الشيخ ضاري مع السيد نور، سيد نور الياسري طبعا. وعلقت الجريدة على هذه الأخبار قائلة: نشرنا كل مواقفنا عليه من الأنباء التي أذاعتها حكومة الاحتلال ورمت بها الطيارة لنوقف الأمة على ما تعترف به الحكومة من قوة النهضة الوطنية وتهقرها أمامها، تاركينها تكذب بعضها للقراء. طبعا تاركين تكذيب بعضها للقراء. إذا لاحظ هنا دقيقتين هم راحت. عملية مواجهة الدعاية، يعني أنا كإعلامي، هم ما دارسين إعلام الناس، لكن مواجهة دعاية الخصم بهذه الطريقة بجرأة أن ينشرون رسائلهم ويواجهوها، هذا كان واحد من الحقيقة بواكير الدعاية المضادة اللي مورست في ثورة العشرين، في صحافة ثورة العشرين، بدون أن يكون هناك إعداد مسبق، لأن الثورة كما نعرف جرت بدون هذا الإعداد المسبق لإصدار الصحافة وحتى للتنسيق العسكري فيما بين الجبهات. هي انتشرت خلال الشهور 5 إلى أقصى العراق. طبعا هناك نصوص أخرى لكن للأسف ضيق الوقت لا يسمح بقراءتها. شكرا جزيلا. نشكر جزيل الشكر للأستاذ الدكتور لقاء مكي على بحثه القيم، ونعتذر عن المقاطعة لأن الوقت محدد وليس في أيدينا ولا في أيدي رئيس الجلسة. والآن ننتقل إلى الأستاذ المساعد الدكتور أحمد سلمان الحمدي ليقدم ببحثه: علاقة الشباب بالمؤسسة الدينية العراقية المعاصرة العهد الملكي انموذجا، فليتفضل مشكورا. شكرا السيد رئيس الجلسة دكتور كاميران، شكرا لكرم الضيافة والاستقبال واللجنة التنظيمية في المؤتمر في مقدمتها معالي الأمين العام، وشكرا لكم جميعا. حقيقة ما بحثنا هو علاقة الشباب بالمؤسسة الدينية العراقية المعاصرة، وأنا تناولت حقيقة العهد الملكي وبداية العهد الجمهوري، لأن حقيقة هاي المرحلة هي مهدت لحالة الانفصام ما بين الناس
ما بين الشباب، هناك هو مجتمعية وهو فكرية ما بين الشارع العراقي بشكل عام والعربي بشكل عام يعني، وما بين الشباب يعني. المصطلح المؤسسة الدينية بالبلاد الإسلامية بشكل عام ظهر بعد ظهر بعد انهيار الدولة العثمانية وظهور الدولة القطرية المعاصرة. حقيقة الدولة القطرية المعاصرة يعني فككت البنية الدينية اللي بنتها كانت موجودة أيام الدولة العثمانية، وأفرزت مسرح سياسي جديد أن تكون هناك يعني مؤسسة دينية تابعة للنظام والرسمي بشكل عام يعني. طبعاً هاي المؤسسة الدينية تكون خاضعة لوزارة الأوقاف وللرئاسة أو للنظام السياسي بشكل عام، وكل القرارات اللي يصدرها الفقهاء والمؤسسة الدينية هي تكون نابعة من ضمن الكابينة الوزارية وضمن السياسة الحكومية العامة. طبعاً من خلال التتبع والاستقراء أنا ألقي نتف أفكار عامة حول البحث ولا ألقي لا تتقيد بالنصوص يعني. من خلال التتبع والاستقراء بالمراحل العهد الملكي وبداية العهد الجمهوري هناك ثلاث مراحل أساسية من خلال السبر والتقسيم مرت بها المؤسسة الدينية. المرحلة الأولى هي مرحلة المواجهة والتصدي للاحتلال الأجنبي. طبعاً لا يخفى على جنابكم كما أسلف المحاضرون من قبلي أن هناك يعني كان دور كبير جداً ومتميز جداً للمؤسسة الدينية بدعم الثوار ضد الاحتلالات الأجنبية سواء في العراق يعني بقيادة قارة ثورة العشرين في الجنوب وفرة الأوسط وفي الأنبار وفي الغربية، كان لهم دور كبير جداً، وكل ذلك كان بمسحة دينية لأن كانت المساجد لها دور كبير في تحشيد الناس. كان مسجد الإمام الأعظم هو قلعة بمثابة وزارة الدفاع لدعم الثوار، كان جامع الحيدر خانة في بغداد أيضاً كان بمثابة وزارة إعلام ووزارة الدفاع لدعم الثوار وتصعيد عملياتهم ضد الاحتلال الأجنبي. طبعاً لا يخفى على جنابكم أيضاً هناك يعني الحركات التحرر الوطني وحركات حتى الحركات اليسارية والحركات ذات البعد القومي كانت والبعد التحرري كانت تستمد قوتها من خلال المساجد، حتى كان يدعمهم الأئمة من خلال خطبهم ومن خلال منابرهم. طبعاً لا يخفى على جنابكم أيضاً عمر المختار في ليبيا، عبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي وضار المحمود وكل الثوار جميعاً كان لهم حقيقة، كانت المؤسسة الدينية كانت هي الغطاء الشرعي لعملياتهم التي يقوم بها ضد الاحتلال الأجنبي. المرحلة الثانية هي مرحلة الاحتواء. تقوم هاي المرحلة حقيقة على مرحلة أنه يكون هناك تضييق واحتواء ضد المؤسسة الدينية وتفكيك البنية التي خلفتها المرحلة المواجهة، بمعنى أن يكون هناك نظام رسمي ديني مؤسساتي يعني يقوم هذا النظام على مثلا المشاركة بالمولد النبوي الشريف، ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر أو ذكرى رمضان. المؤسسة الدينية تشارك بتمثيل رسمي لكن ليس لها أي حضور فاعل مع الجماهير، ومن هنا بدأ مرحلة التفكيك في البنيوي بين المؤسسة الدينية وبين الشارع. حدث هناك انفصام حقيقة، انفصام كبير، ومن ضمن هذه المرحلة حقيقة يعني زجت عناصر خطيرة جدا واتبعت إجراءات حقيقة قاسية لتدمير وتفكيك المؤسسة الدينية. من ذلك مثلا في سوريا على سبيل المثال، يعني هل تتصور أنه في بلد مسلم مثل سوريا يوضع وزير الأوقاف مسيحي؟ طبعا مع احترامنا وتقديرنا لإخوتنا المسيحيين يعني، لكن أنه يوضع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلد مسلم مثل سوريا، وكان السياسي السوري البارز فارس الخوري وهو مسيحي كاثوليكي يعني وزير الأوقاف، تخيل مدى يعني الممارسات القاسية ووجه ضد الله. طبعا حتى في العراق يعني في العراق كان المستر كوك الإيرلندي وهو كان مستشار في وزارة الأوقاف العراقية لا يمضي وزير الأوقاف أي توقيع إلا بمرورا بالمستر كوك الإيرلندي، حتى لقبه البغداديون آنذاك بالمستر كوك الأوقافي أو الحاج مستر كوك الدين الأوقافي على سبيل الطرفة والدعابة، أهل بغداد يسمون الحاج كوك الأوقافي، الحاج كوك الدين الأوقافي. وطبعا الكل يعرف دور المس بيل والبيرس سيرسي كوكس أنه ما فعلوا من ممارسات في دعم حتى المستر كوك من خلال تهريب الآثار وتهريب بعض النسخ الدينية النفيسة.
بالمناسبة أنه إحنا هناك شخصيات يعني مسيحية ويهودية تولت مناصب مهمة جدا في العراق وفي سوريا، مثلا حايم حزقيل كان وزير مالية، بهنام ميخائيل كان وزير للصحة، وهؤلاء كان محل تقدير. لكن أن يوضع وزير أوقاف مسيحي لوزارة مسلمة في بلد مسلم، هذا حقيقة شيء أمامه علامة استفهام كبيرة. يضاف إلى ذلك دور ساطع الحصر، إذا كان مستشار في البلاط آنذاك كان له دور في نشر الفكر التغريبي، وكان مقرب جدا حقيقة من رشيد خوري الذي يقول: هبوني عيدا يبعث العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. فقد دمرت هذه المذاهب شملنا، وقد مزقتنا بين ناب ومنسمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. شوف مدى الفكر التغريبي بدأ يتسلل، وبدأ تفكيك البنية التحتية للمؤسسة الدينية من خلال هذه الأفكار ومن خلال هذه الطروحات المدمرة للمؤسسة الدينية المعاصرة. المرحلة الثالثة أخيرا هي مرحلة التحجيم والتضييق، فمع قيام الجمهوريات المعاصرة بعد الانقلابات أو الثورات، يعني بحسب طبيعة حال أي بلد، يعني ومجيء العسكر للحكم حقيقة يعني فرضت واقع جديد، وهذا الواقع حقيقة يعني أنتج انفصام ما بين الشباب وما بين المؤسسة الدينية. الآن الشباب لا يثقون بخطاب المؤسسة الدينية التقليدية، بمعنى أن المؤسسة الدينية هو يتصور أنه أي فتوى أو أي خطاب ديني صادر من خلال الإعلام، يعني يصور أنه أن هذا الخطاب هو مثل الكابينة الوزارية. فهذا مسألة قضية مهمة جدا، وأفرز هذا الأمر ثلاث أمور أساسية. أولا مسألة تغيب الكوادر العلمية الشبابية، الكوادر العلمية الشبابية ليس لها أي تأثير في صناعة القرار، وما يطلق عليه إخواننا المغاربة بفقه النوازل أو فقه الأولويات، يعني ليس لهم أي زج. المؤسسة الدينية موضوع المحاور الدولية، تعرفون جنابكم بعد الاجتياح الاتحاد السوفيتي لأفغانستان عام 1979 كان هناك خطاب ديني معين، بعد احتلال العراق عام 2003 كان الخطاب ديني معين من قبل المؤسسة التقليدية المؤسسة الرسمية، وهناك انفصام وبين واسع ما بين كلا الخطابين، بين خطاب يجيش الشباب وبين خطاب يعني يدعو إلى عكس ذلك، يعني والعاقل يفهم، وكلكم تعرفون ما بيت القصيد. القضية الأخيرة هي فوضى الإفتاء، يعني احنا الآن نمر بموضوع الآن الشباب عندما يتابع التلفزيون يشوف هناك يعني الفضائيات، كثير من المفتين، كثير من الشباب الجدد يتكلمون بقضايا الدين، والآن حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا هناك كثير من المتصدرين للإفتاء. هناك فوضى في الإفتاء ألقت بظلالها هذه الفوضى على واقع الشباب. الآن الشاب يعني في حيرة من أمره، هناك انعدام ثقة وبون شاسع وانفصام ما بين واقع الشباب وما بين المؤسسة الدينية. فالمؤسسة الدينية والخطاب الرسمي في واد، والشاب والشباب في وادي آخر، ونحن المؤتمرات والندوات والجهد القيم والطيب التي تقوم به المؤسسات الصادقة إن شاء الله من ضمنها معالي الأمين العام، كلها في وادي آخر بعد ذلك الوادي، بمعنى أن هناك انفصال حقيقة كبير جدا بسبب كل ما تراكمات الماضي. ومن ذلك على سبيل المثال أحد مديري القنوات الفضائية يقول مسوين برنامج حول تحديد النسل، فمستضيفين ثلاث شخصيات، شخصية متعلم باحث في علم الاجتماع وطبيب، والشخصية الثالثة هو رأي الدين باعتبار إحنا المجتمع الشرقي مجتمع متدين ويحب أن يسمع رأي الدين. فيقول استضافوا الطبيب، الطبيب حضر يعني انه شيء متعلق بالتحديد النسل وما الى ذلك، الباحث الاجتماعي حضر شيء ما يتعلق بالبوبوليشن والسكان الى اخره والكوميونتي الى سوسايتي الى اخره، اتصل بالشيخ التابع للمؤسسة الدينية الرسمية، الشيخ مباشرة بالتليفون قال له: ما هو رأي البرنامج؟ هل ان البرنامج مع تحديد النسل ام مع ضد تحديد النسل؟ قال له: يا شيخ نحن نسألك ما هو رأي الدين، تقول لي ما هو رأي البرنامج، بمعنى أن هذا الشيخ يريد أن يأتي بالأدلة التي تعضد رأي البرنامج وليس الأدلة الحقيقية التي تعبر عن روح التشريع الإسلامي وعن روح الفكر الإسلامي. بمعنى ذلك، بمعنى أن هناك الخطاب الرسمي الديني ضرب ضربة قاسمة بالصميم. أكتفي بهذا القدر، أشكر استماعكم، وأنا ما أريد نتجاوز على دكتور كمان، أنا أعطي الدكتور من اللقاء من وقتي، فشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخذت وقتك كاملة دكتور، شكرا جزيلا. والآن يأتي دور الدكتور رافع الفلاحي
وعنوان بحثه الرائد الصحفي إبراهيم حلمي. والدكتور طبعا عنده دكتوراه في التاريخ الحديث وباحث إعلامي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية علي أن أشكر هيئة علماء المسلمين ممثلة بشخص يمينها العام الأخ الدكتور مثنى حارث الضاري على عقد مثل هذه الندوة، عنوانها الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث. نحن نتحدث تحت مظلة التاريخ الحقيقة، وعندما تحدد الحركات العلمية والفكرية نتحدث عن ما هو مطلوب من هذه الندوة أو هذا المؤتمر، أن يعطي نماذج تكون قدوة يمكن أن نتمثل بها، يمكن أن نسترجعها، يمكن أن تكون معنا. ابن خلدون عندما يتحدث عن التاريخ في بعض حديثه يقول أنه معنى التاريخ يتركز في القدرة على استيعاب الدروس، استخلاص النتائج، استفادة من المآثر، وجعل التاريخ إلى جانبنا مو علينا. مثل هكذا مؤتمر بهذه الطريقة يبحث عن هذه القضية، ومن هذا المنطلق أنا أتحدث عن مثل ما في يعني في الإطار الديني، في الإطار العلمي، في الإطار الفكري، هناك نماذج كبيرة كحركات وكأشخاص كفكر وعلم. هناك أيضا في جانب الصحافة وفي جانب الثقافة هناك شخصيات أيضا لها أثرها في الحياة الثقافية والسياسية العراقية، ومن ضمنها ما يعني الشخص اللي اختاريته عنوان لهذا البحث اللي هو إبراهيم حلمي العمر. هذا الرجل العراقي ولد عام 1890 وتوفي عام 1942، عاش 52 سنة. أنا قسمت البحث الحقيقة قبل هذا، أريد أن أقول أنه هذا البحث مقسم إلى يعني قسمين، قسم ألقي الضوء به على تاريخ الصحافة العراقية لأنه هو اشتغل في الصحافة العراقية ويجب أن نعرف معنى الصحافة العراقية، والقسم الثاني يتطرق إلى سيرته ونشأته ومن هذا الشخص. الحقيقة هذا كثير من الشخصيات، وهذه يعني تسجل لهيئة علماء المسلمين يعني بأحرف كبيرة حقيقة، لأنه كثير من الشخصيات العلمية الفكرية الدينية الثقافية يعني في الظلمة معتمة الحقيقة. والآن يعني هذه هي الدعوة للمؤتمر أن نسحبها إلى الضوء لكي تكتب عنها البحوث، لكي يعني تدرس، لكي تكون مثالا ويعني ما آثرها تخرج للناس. هذا الشخص أيضا من هذه المجموعة. هذا شاب صغير ولد في بغداد في عام 1890، لم يبلغ 18 سنة حتى كان، وهذه جزء من ما حباه الله لكثير من الناس. سبحانه وتعالى يعطي موهبة للبشر، لكل شخص هناك موهبة معينة، فهو قبل 18 سنة كان لديه هذه الموهبة في الكتابة والقراءة والتفكير. لذلك يعني ما زال هو بالإعدادية انتبهوا الكثيرين إلى قدرته على الكتابة والتأليف والأدبي والسياسي بطريقة غريبة عجيبة، لذلك حاولوا يعني أن يسحبوا إلى جانبهم. وأول صحيفة اسمها الرياض وهو لم يبلغ 18 سنة أدارها في بغداد يعني في العهد العثماني، وكانت عام 1800 قبل 1809 الحقيقة. 1809 صدر الدستور العثماني اللي فتح الصحافة وكذا، لكانت الصحافة الحقيقة في العراق كلش ضيق مجالها. البعض يتحدث عن تاريخ الصحافة مثل ما أخي الدكتور لقاء تحدث يعني ربما عن تاريخ ثورة العشرين، لكن الصحافة في العراق الكثير من المؤرخين يعني يؤكدون أنها بدأت مع جريدة الزوراء عام 1869، والبعض يتحدث عن جريدة أخرى اللي اسمها جورنال العراق عام 1816 قبلها ب 53 سنة صدرت أيضا، يقولون أنها صدرت، لكن يعني عبد الرزاق الحسني في كتبه يقول أنا يعني بحثت عنها في المكتبات البريطانية وبحثت عنها في المكتبات العثمانية لم أجد لها شيئا حقيقة، فاضطروا أن يعني يعتمدون التاريخ هذا اللي هو في زمن مدحت باشا أسست أول جريدة اللي هي الزوراء. والحقيقة ما يميز جريدة الزوراء ما دمنا نتحدث عن تاريخ الصحافة إنها ما زالت أقدم يعني أطول صحيفة عمرا في العراق،
من تأسيس الصحافة العراقية لحد الآن، استمرت لمدة 47 سنة في الصدور، وصدر من عندها 2607 عدد، مسيرة طويلة الحقيقة. عموما هذا الشخص مؤمن، كان إبراهيم حلمي العمر، مؤمن بحرية الفكر، مؤمن بوحدة العراق، مؤمن بالقيم، قيم العراق. هو درس في ولد في منطقة محلة يعني في الكرخ، وفي منطقة هذه في منطقة الكرخ عموما، في أحياء الكرخ لم تكن هناك غير الكتاتيب اللي كانت تسمى في العهد العثماني اللالات، اللي هي مكاتب لتعليم الصغار القراءة وقراءة القرآن بداية، القراءة والكتابة. ومن هذه بدأت نشأته الفكرية والأخلاقية، تتبلور بهذه والشخصية تتبلور الحقيقة. فعمل في كثير من الصحف، لكن في صحيفة النهضة اللي أسسها الباتشاشي الحقيقة اشتغل فيها، وكتب مقالة شديدة اللهجة، السلطة العثمانية زعلت عليه فاضطروا إلى إصدار أمر إلقاء القبض عليه، هرب وبعد ذلك ألقوا القبض عليه ونفي إلى تبليس عاصمة جورجيا، ومن هناك قدر يرجع إلى يعني يهرب ويروح إلى دمشق، وفي دمشق أسس جريدة لسان العرب المعروفة في دمشق. وهذا يمكن ربما واحدة من الأحداث المهمة في حياة هذا الشخص، وفي يعني إلقاء الضوء على هذه القضية. خلال اليومين الماضية كنا نتحدث، والبارحة بالذات كنا نتحدث عن مجموعة من الباحثين من إخواننا الأكراد هنا، وما ما يثير في هذا البحث أن جمال السفاح كان يحكم سوريا في ذلك الوقت، وورد اسم إبراهيم حلمي العمر من ضمن قوائم الذين مطلوبين للإعدام، فكان ضمن قوائم المطلوبين للإعدام، وتوسطوا له مجموعة كثيرة من أهل سوريا، ومن ضمنهم شخص هو كردي من السليمانية، أصله من السليمانية، هو محمد كرد علي. هذا الشخص مفكر، له جنسية، أمه يعني أبوه من السليمانية، من كرد السليمانية، وأمه شركسية، لكن هو يحمل الجنسية السورية. كان أول وزير للتربية والمعارف في سوريا، وكان رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق من عام 1919 إلى عام 1953 عام وفاته. فهذا الشخص كان رغم كرديته، رغم قوميته، كان يحب العرب حبا شديدا، ويحب العربية بطريقة يعني كبيرة جدا. لذلك يعني كان رئيس هذا المجمع اللغة العربية وهو كردي. عموما أنا يعني ربما واحدة من التوصيات أن أدعو الأخوة الأكراد، الباحثين الأكراد، أن يبحثوا في هذا الموضوع، يبحثوا عن شخصية هذا المفكر العراقي في الأصل، ويكتبوا عنه شيئا يعني يضيء نقاط كثيرة من حياته، وبالذات ما يتعلق في العراق جزء منها. المهم هذا نعود إلى إبراهيم حلمي العمر. ظل مدافعاً عن وحدة العراق، عن حرية الفكر، عن حرية النشر، عن حرية إبداء الرأي، الوقوف مع الجماهير، هذا كله كان يثير السلطات. حتى بعد مجيء البريطانيين، بعد الاحتلال البريطاني للعراق، اتخذ نفس الطريق الحقيقة، واستمر في عمله بالصحف يعني مشاغباً، يعتبرونه مشاغباً، واضطروا إلى أن يكتب في آخر في عام 1926 كتب آخر مقالة إليه، كانت في جريدة المفيد اللي أسسها بعد ما أجى بلسان العرب من سوريا، رجع يحمل جريدة لسان العرب وفتحها في العراق، أيضاً أغلقتها السلطات البريطانية، فاضطر أن يفتح جريدة أخرى اسمها المفيد، وأيضاً أغلقت بعد ذلك يعني سنتين من عام 24 هو رجع، ب26 المفيد أغلقت بسبب مقالة تحت عنوان سوق النخاسة في جنيف، فتحدث عن هضم حقوق البلدان، هضم حقوق الشعوب، وبالذات الشعب العراقي في حريته. نعم، فعموما توفي هذا الرجل. بعد ذلك اشتغل مديرا للإذاعة العراقية عام 1939، وهو أول من عمل في الإذاعة العراقية كمذيعا للأخبار، رغم أنه لم يكن مذيعا،
عام 1936 قدم أول نشرة أخبار الإذاعة العراقية يوم تأسيسها يوم 30 حزيران 1936. توفي هذا الرجل عام كان صديق لياسين الهاشمي وعين في مجلس الوزراء. عموما الوقت لا يسمح الحياة تثر. المهم هذه الشخصية أنا ما يهمني في هذه القضية أنه نلقي الضوء على شخصيات لامعة وليست ملمعة في تاريخ العراق الحقيقة وفي تاريخ أمتنا، يجب أن نلقي الضوء عليها لكي تكون أمثولة، لكي تكون يعني أمامنا ونتمثل بها، ويمكن أن نستفيد من كل دروسها. عموما توفي هذا الرجل ولم يكن يملك شيئا، وحتى ما يعني مصاريف الدفن دفعها أحد رؤساء الوزراء السابقين، المدفعي دفعها، رغم أنه هو كان يمتلك سيارة من أفضل السيارات في وقتها، باعها حتى يتبرع بها المجاهدين في فلسطين. كان مدافعا عن حقوق العرب والمسلمين بطريقة رائعة جدا. توفي هذا الشخص. ما يهمني بالنهاية أن أقول أنه يعني أنا أوصي بالتوصيات أنه سيرة هذا الرجل ربما تستحق أن تكون رسالة ماجستير أحد طلاب دراسة التاريخ، أو أن يسلط عليها الضوء. ورد أيضا مثل ما قلت ذكر لي شخصية هذا الشخص الكردي العراقي محمد علي كرد، أيضا أنا أدعو للتسليط الضوء عليه. والقضية الأخرى المهمة اللي تحدث عنها دكتور لقاء في النصف دقيقة الأخيرة، ربما أشار إلى صحافة ثورة العشرين. صحافة ثورة العشرين كانت فيها صحيفتين مهمة جدا، الفرات والاستقلال. الفرات لم يصدر منها إلا 5 أعداد، والاستقلال صدر 8 أعداد. لدينا الآن جريدة تصدر من عام 2003 لحد الآن، يعني هي جريدة البصائر. أتمنى أن تأخذ حقها في ظرف مقاوم، في ظرف نعيشه كنا كعراق، أن تأخذ حقها من الدراسة، وأن تكون يعني في إطار من الدراسة الأكاديمية في دراسة ماجستير أو دكتوراه، و يعني تنال حظها من الاهتمام الكبير لكي تكون مرجعا بعد سنوات طويلة، مثل ما نرى جريدة الفرات وجريدة الاستقلال مراجع. أشكركم شكرا جزيلا، وشكرا سيدي الرئيس. شكرا للسيادة الدكتور رافع لبحثه القيم والالتزامه بالوقت. والآن يأتي دور الدكتور طه أحمد الزيدي لكي يقدم ببحثه رواد الصحافة الإسلامية في العراق، والدكتور عند الدكتوراه في الإعلام الإسلامي، وكذلك عند الدكتوراه في الفقه المقارن، وله أكثر من 32 مؤلفا مطبوعا، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأتقدم بجزيل الشكر للجهة المنظمة ممثلة بهيئة علماء المسلمين وبأمينها العام الدكتور مثنى حارث الزهري على عقد مثل هذا المؤتمر الرائد، والشكر موصول للباحثين والحاضرين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولسان القوم إما أن يكون بألفاظ وتعبيرات أو بالأوعية، وهذه الأوعية متجددة مع تطور التقني في المجتمعات. والعلماء مما لا شك فيه هم ورثة الأنبياء، ولا بد أن يرثوا مثل هذه الصفة التي تتجلى في التنوع والتجديد في التعبير. الدعاة إلى الله تعالى ذوي الهمم العالية يبذلون غاية جهدهم لتبليغ رسالة الإسلام إلى من يستطيعون الوصول إليه من الناس. هذا هو هدف عظيم لكل عالم وداعية، ولذلك هم يوظفون كل وسيلة من وسائل الاتصال أو التواصل التي تظهر في المجتمع لتحقيق هذا الهدف النبيل بل الواجب الشرعي الذي يطلعون القيام به. تمثل الصحافة خطوة إصلاحية، ولذا ظهرت في العراق على يد الوالي مدحت باشا الذي عرف بخطوته الإصلاحية، وقد ذكر أخي الدكتور عامر هذا في الجلسة في اليوم السابق. ولا شك أن الصحافة الإسلامية في مطلع القرن الماضي كانت من أبرز وسائل الدعوة، بل هي الأسلوب المتطور منها، وأصبحت من أهم وسائل التبليغ والتواصل
مع الآخرين على اختلاف أماكنهم. وقد أدرك علماء العراق ودعاته أهمية الصحافة ودورها المؤثر في توجيه الرأي العام وتغيير قناعاته على وفق ما تطرحه الصحافة، وأن لها سلطة على العقول والمشاعر، ما جعلها توصف بالسلطة الرابعة. فأصدروا أي العلماء العديد من الصحف والمجلات الإسلامية أو شاركوا بفاعلية فيها، وفي مدة وجيزة اللي يبحث الباحث من 1869 إلى 1980 أصبحت الصحافة الإسلامية أهميتها ومكانتها في التعبير وكذلك في التغيير، وتؤدي وظائف عدة تهدف إلى بناء المجتمع الفاضل وإصلاحه. فالصحافة الإسلامية تقوم بتزويد الجماهير بحقائق الدين الإسلامي ونقل الأخبار والوقائع والمعلومات بصورة صحيحة ومنضبطة داخل الأمة الإسلامية وخارجها على شكل جريدة أو مجلة مستوعبة الفنون الصحفية. طبعا العينة التي أخذتها بعضها ينطبق عليها الصحافة الإسلامية لأنها تضم الفنون، وبعضها ينطبق عليها الصحافة الدينية لأنها التزمت بفن أو فنين من ذلك. المنهج هو تاريخي، والمبحث الأول يركز على ملامح الصحافة الإسلامية في هذه الحقبة مع بيان جرد للصحف والمجلات التي ظهرت آنذاك وأهم ملامح هذه الصحافة. أما المبحث الثاني فيتعلق بتراجم لأهم العلماء والمفكرين رواد الصحافة الإسلامية في العراق في هذه الحقبة التاريخية، ترجمة مختصرة مع التعريف بجهودهم في الصحافة الإسلامية، والخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات. طبعا الحقبة الأولى هي من 1869 إلى 1914، هو نوع من الانتقال السياسي أو الحركة في المجتمع العراقي. صدرت هذه الجريدة الرائدة الزوراء، وقد سبقني الدكتور رافع في التعريف بها وبتحديد المدة 47 عاما و2607 أعداد، واليوم أعيد وإن كانت باختلاف الرؤى طباعة هذه الجريدة بصيغة جديدة أو إصدارها بنسخة جديدة. جريدة الموصل، جريدة البصرة، جريدة الصاعقة، هنا أقف. طبعا الجرائد الثلاثة كانت رسمية، أما جريدة الصاعقة فقد أصدرها الشيخ عبد الكريم الصاعقة الشيخ لي سنة 1911. هذه أول جريدة تعد جريدة من الصحافة الإسلامية. ثم جريدة صدى الإسلام وأصدرها الوالي نور الدين في 1915. أما المجلات فلدينا مجلة تنوير الأفكار وهي دينية صدرت في عام 1910، المجلة صدرت قبل الجريدة، ومجلة الرصافة دينية أيضا أصدرها عمر صادق الأعرجي صدر فقط عدد واحد منها في 1913. الحقبة الثانية تضمنت عدد من الجرائد والمجلات، أحاول أنه حضراتكم تنظرون إليها. تقريبا هذه الحقبة ضمت يعني عددا طيبا من الجرائد، جريدة الأخلاق، جريدة الصحافة. نلاحظ غالب هذه الجرائد كان رائدها هو الشيخ كمال الدين طائي، ما تغلق له جريدة حتى يفتح جريدة أو مجلة أخرى. وكذلك نلاحظ أنه كثير من هذه الجرائد والمجلات صدرت عن مؤسسات وعن جمعيات إسلامية، كما في لسان الهداية وجريدة الإرشاد وجريدة الهداية والذكرى والناشئة والراية وما شابه ذلك من هذه الجرائد، وأيضا مجلة الكفاح وعن جمعية الآداب وشبان المسلمين عن هذه الجمعية، وكذلك الأخوة الإسلامية والثقافة الإسلامية. الحقبة الأخرى طبعا تنقسم إلى قسمين، بين 1958 إلى 1968 صدرت جريدة الجهاد والنور والتربية الإسلامية والفكر العربي والفكر الإسلامي، وهذه كلها تبنت الخطاب الإسلامي. وأيضا صدرت مجلة سامراء وصوت سامراء في سامراء للشيخ يونس السامرائي، ومجلة الشريعة عن كلية الشريعة، ومجلة المجتمع الإسلامي الشيخ عارف البصر، وكذلك الدراسات الإسلامية في بغداد 67. في العهد 68 ل 1980 لم تصدر أي جريدة إسلامية جريدة، إنما بقيت المجلات، وكانت منها مجلة الرسالة الإسلامية تصدر عن ديوان الأوقاف، وكذلك في عام 68 ومجلة إحياء التراث العربي عن جمعية إحياء التراث العربي والإسلامي، وأخيرا جريدة مجلة التربية الإسلامية التي استمرت بالصدور. طبعا هذا سرد للجرائد. أما الآن التعريف بالعلماء الذين أصدروا أو شاركوا بفاعلية.
أول عالم من علماء العراق وهو من رائد الصحافة الإسلامية هو الشيخ عبد الكريم ابن عباس الشيخ المعروف بالصاعقة، ولد 867 وتوفي 59، بحيث ما اقترنت به هذه الجريدة لقب بالصاعقة على جريدته. وأيضا هذه الجريدة تعرضت إلى المضايقات لأنه تبنى الفكر الإصلاحي وانتقاد الولاة. الرائد الثاني هو الشيخ العلامة نجم الدين الواعظ، وأيضا أصدر مجلة صاحب امتياز مجلة الكفاح سنة 47 وجريدة الجهاد سنة 63، وأثرى المجلات والصحف بالمقالات الكثيرة والمواقف الرائعة والرائدة. هذه صورة الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ كمال الدين طائي وهو بالفعل رائد الصحافة لأنه أصدر أكثر من 6 جرائد ومجلات، وكان يصر على إصدار هذه المجلات أو جرائد كلما أغلقت جريدة أصدر جريدة أو يعاود إصدارها بحسب القوانين التي تصدر آنذاك، لأنه مؤمن بأن الصحافة تمثل منبرا كبيرا للتعبير عن الأفكار وإصلاح المجتمع. طبعا هذه صورة الشيخ كمال طائي. الشيخ يونس السامرائي له من الجهود طبعا نسابة السامراء وعالمه الموسوعي، صنف أكثر من 70 كتابا ورسالة، أصدر جريدة سامراء ثم حينما أغلقت أصدر جريدة صوت الإسلام في 64 واستمرت بصدور لغاية 69، وألف كتاب في تاريخ الصحافة الإسلامية في العراق. العلامة محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى 1915-1992 من كبار العلماء والدعاة، وقد ذكر في هذا المؤتمر كثيرا. أسهم الصواف في الناحية الإعلامية الصحفية في الصحافة العراقية، فقد أصدر مجلة الأخوة الإسلامية 52، وحينما ألغي امتيازها أصدر مجلة صدى الأخوة الإسلامية، وله كتب كثيرة رحمه الله تعالى. العلامة محمد بهجة الأثري من كبار علماء ونوابغ العراق وفطاح للعلم، ولد 1902 وتوفي 96، أشرف على تحرير مجلة المجمع العلمي العراقي وترأس تحرير مجلة البدائع الأسبوعية ومجلة العالم الإسلامي إن شاء الله. أما الشيخ محمد الشيخ خطاب فقد ذكر كثيرا، وله في الصحافة الباع وله في الأحاديث الإذاعية، وهذا سرد في جرائد المجلات التي كان يكتب فيها رحمه الله تعالى. جلال الدين الحنفي رحمه الله تعالى العالم الموسوعي البغدادي أيضا أصدر مجلة الفتح، وكذلك كان يتحدث من إذاعة العراقية ويجيد تقريبا ما يقارب 5 لغات و3 لغات أخرى بشكل طيب. الشيخ عبد الوهاب السامرائي وهو رئيس جمعية التربية الإسلامية، وأيضا أسس مجلة التربية الإسلامية في عام 59، وكانت له مقالات تتميز بمعالجة الواقع، وما لا تزال هذه المجلة مجلة التربية الإسلامية تصدر وتوزع. الآن أنتقل إلى الخاتمة. لا يكفي الأمة الإسلامية أن تدرك أهمية الصحافة وضرورة الإعلام الإسلامي، وإنما عليها أن تسعى جاهدة في تفعيلهما بما يوازي عالمية الرسالة والتحديات التي تواجهها. الحق لا يظهر لوحده، وإنما لابد له من قوة تدفعه للظهور، وهذه القوة اليوم هي القوة الإعلامية. كان رواد الصحافة الإسلامية هم كبار العلماء وقادة الفكر الإسلامي ممن يحمل فكرا إصلاحيا متجددا أو نشاطا متميزا، وهذا من إدراكهم لأهمية الصحافة والإعلام في التعبير ونشر الدعوة للفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم ومعالجة الظواهر السلبية ومواجهة الأفكار الدخيلة. أسهمت الجمعيات الإسلامية في تفعيل الصحافة الإسلامية. العمل الصحفي سلط الضوء على جانب إبداعي جديد من شخصية العلماء المفكرين والمصلحين. يعني المؤتمر في الجلسات السابقة على الجانب في اللغة أو في الفقه أو الأصول أو التفسير، اليوم نسلط الضوء على الجانب الإعلامي. الدعاة يذهبون إلى حيث يجتمع الناس، وهم اليوم يجتمعون حول وسائل الإعلام الجديد، فلا بد أن يلجوا إليه بصورة فاعلة ومتقنة. ضرورة إقبال العلماء والمفكرين والدعاة على توظيف الإعلام المعاصر وترك الإحجام عن المشاركة فيه لما له من تأثير
كبير في تشكيل الرأي العام وصناعته. الصحافة والإعلام علم وفن، ولذا أوصي الدعاة والعلماء بإتقان مهارات الظهور الإعلامي، لأن الإعلام سلاح ذو حدين. وأشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور طه على التزامه بالوقت وبحثه القيم. وبقي البحث الأخير للأستاذ وليد الزبيدي، لكنه يبدو أنه انسحب وأعطى وقته للأخوة الباحثين، نشكره جزيل الشكر. وهكذا انتهت الجلسة الثانية لليوم الثالث في مؤتمر علماء العراق، فنشكر جميع الباحثين لبحوثهم القيمة والالتزامهم بالوقت المحدد لهم. والآن نتوجه إلى الضيوف والحضور الأكارم للاستماع إلى مداخلاتهم وملاحظاتهم، ونطلب من المداخل أن يعرف بنفسه ثم يلتزم بالوقت. عبد المنعم البدراني، عضو الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق. الحقيقة تتمة لحديث الأخ الدكتور طه زيدي فيما يتعلق بجريدة الزوراء، وأنها كانت تصدر باللغتين العربية والتركية، وقد ترأس القسم العربي منها شيخنا العلامة محمود شكر الآلوسي رحمه الله تعالى، أقنعه بذلك مدحت باشا. ونعم، وأثرى شيخنا هذا القسم بالمقالات الشرعية والبحوث والدراسات، بما جعلها جريدة شرعية يمكن أن تضاف إلى جملة المجلات والجرائد التي اهتمت بالجانب الشرعي في بحوثها. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكل من تداخل من الأساتذة الفضلاء على ما قدم من بحث ومن عمل في هذه الجلسة المباركة. لدي تساؤلات يعني إن شاء الله يعني بسيطة. بالنسبة للدكتور برزان، الشيخ أمجد الزهاوي رحمة الله عليه كتبت عنه دراسات كثيرة جدا، بل هي دراسات متخصصة. يعني هناك دراسة تكميلية إبراهيم عبد الرحمن العاني كتب عن الشيخ أمجد، وهي دراسة وافية. وكذلك هناك بعض الباحثين من المعاصرين أيضا كتب عنه رسالة. فأعتقد الشيخ أمجد عرف، والشيخ أمجد يعني هذه الدراسات عرفت به كثيرا. فلو سلطنا الضوء على جانب آخر ليس من سيرته فقط، وإنما جوانب أخرى، لكان حسب ما يعني أرى الأفضل. بالنسبة للدكتور طه، جزاك الله خير على ما قدمت. يعني الموضوع لم يكن معروفا بين الأوساط، يعني ربما للكثير منا إلا ما قدمت، فهم هؤلاء جمعوا بين العلوم الشرعية فضلا عن جانب الإعلام لا سيما الصحافة. لكنك في وصيتك قلت أوصي بالظهور، ظهور الإعلام، وهو سلاح ذو حدين. أنت أوصيت، فكيف قلت سلاح ذو حدين؟ يعني الوصية مالتك هاي خلتها مرحلة وسط، يعني بين المرحلتين، فلا أعرف ماذا تقصد بهذا الأمر، وجزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكل الإخوة الباحثين في هذه الجلسة المباركة المعنية بهموم معاصرة، وأشكر الأخ رئيس الجلسة على إدارته لها. مباشرة إلى بحث الدكتور لقاء مكي. البحث حقيقة يسجل نقطة مهمة في هذا الموضوع، لأنه تاريخ ثورة العشرين على الرغم عن كل ما كتب فيه لم يكتب إلى الآن بالصورة التي نتمناها. هناك جوانب خفية كثيرة في تاريخ هذه الثورة، ومنها الجانب المتعلق بالإعلام. فالبحث هو عن الإعلام، ولكن في الوقت نفسه هو جزء من التاريخ الصحيح والسليم والدقيق لثورة العشرين. واستكمالا لما طرحه الدكتور، هو أثار عدة نقاط ممكن أنها تستوفي هذا البحث. فهو تكلم عن صحافة ثورة العشرين، أي الصحافة الناطقة باسم الثورة التي أنشئت وأسست في أيام الثورة. لكن هناك جوانب أخرى ممكن أن يستفيد باحثون آخرون من هذا البحث في صحافة ثورة العشرين، أو الصحافة المتحدثة عن ثورة العشرين من خارج أجواء الثورة، كالصحف العربية مثلا
والمسلمة ولا سيما الصحف التركية في ذلك الوقت، وكذلك الأمر في الصحافة الغربية ولا سيما الصحافة البريطانية والفرنسية. وهذا الأمر ناشئ من أن هناك بعض المعلومات وقفنا عليها من صحف غربية وتركية لم توجد في صحافة العراق، لا الموالية للثورة ولا المعادية للثورة، لأنها تقوم على أساس التقارير التي كان يبعثها القناصل من هذه الدول إلى حكوماتهم وتسربها إلى الصحافة، فهي مصدر آخر من مصادر أرشفة وتاريخ ثورة العشرين. وبالنسبة لبحث الأخ طه الزيدي، دكتور طه الزيدي، البحث طبعا ألقى ضوء على تاريخ الصحافة الإسلامية في العراق، وهذا ليس جديدا عليه، فقد كتب في هذا الموضوع سابقا. فقط أنبه على أنه أعتقد شرط الصحافة الإسلامية لا ينطبق على بعض ما ذكرت وهو قليل، ومن سواء كانت مجلات أو أشخاص، فمثلا لا أجده ينطبق على مجلة كلية الشريعة ولا على مجلة المجمع العلمي، فهي مجلات علمية بحثية في إطار أكاديمي مجمعي، ومفهوم الصحافة أنت تعرفه أكثر مني يختلف عن هذا الموضوع. ومحموشيت خطاب وجلال الحنفي هم كاتبون في الصحافة الإسلامية ولم يمارسوا مهنة الصحافة. الذي أفهمه ويمكن أن تصحح لي ويصحح لي الدكتور لقاء مكي، الصحفي الإسلامي والإعلام الإسلامي الذي ينشئ صحيفة أو يسهم في إنشاء صحيفة أو يكتب في صحيفة كمحرر في هذه الصحيفة لمدة طويلة، وعلى هذا الشرط يدخل محمود شكري الآلوسي كما قال الشيخ عبد المعين البدراني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. والآن نتوجه إلى الإخوة الباحثين، لكل باحث وجه إليه سؤال دقيقتان فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على مداخلة الأخ الدكتور بخصوص الكتابات عن الشيخ أمجد الزهاوي، بصراحة ومثل ما تعرفون الشيخ أمجد الزهاوي كتبت عنه كتب عدة ورسائل وأطاريح، يعني من ضمن الأطاريح أو من ضمن الدراسات التي تناولت الشيخ دراسة في عام 2004 في جامعتنا جامعة الموصل عن الشيخ أمجد الزهاوي. أما مسألة تسليط الضوء على جوانب أخرى، بصراحة ارتئينا أن نختار جزئية بسيطة فقط تخص حياة الشيخ أمجد الزهاوي اللي هي دوره في منظمات المجتمع المدني فيما يخص مسألة تأسيس الجمعيات لا أكثر. أما إذا نريد نتناول جوانب أخرى بصراحة يعني البحث راح يطول، يمكن يصل إلى 70 و80 صفحة، ولهذا اختصر الحديث فقط على دوره في منظمات المجتمع المدني وتحديدا تأسيس هذه الجمعيات الإصلاحية الدعوية، وحتى ما تطرقنا إلى بصراحة مواقفه السياسية، يعني كان عنده مواقف سياسية من الاحتلال البريطاني، كان عنده أيضا مواقف سياسية، لا بل كان شغله الشاغل وهمه الأول والأخير هي القضية الفلسطينية، أيضا كان عنده مواقف من ثورة تموز يوليو 1958 وإلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية العراقية. بصراحة الكلام طويل عن الشيخ أمجد الزهاوي، لكن اقتصر الحديث فقط على هذه الجزئية البسيطة، ومن أراد الاستزادة يعني بصراحة الأطاريح والكتب كثيرة عن الشيخ أمجد الزهاوي، وجزاكم الله خيرا. أنا أشكر، الحقيقة ليس لدي سؤال، لم يوجه السؤال، فقط تعقيب على كلام دكتور مثنى. الحقيقة نعم صحيح، ما كتبته الصحافة الغربية عن ثورة العشرين كان مهم جدا. ثورة العشرين أصابت بريطانيا بفزع، لم يكن بريطانيا صرفت أنفقت من خسائرها، أقصد خسائر البريطانية في ثورة العشرين من المال فقط 40 مليون باوند، كانت تعادل ضعف ميزانية المخصصة للعراق كله، فكان هناك خسارة كبيرة. وهذا أرغم تشرشل في حين كان وزير المستعمرات على عقد مؤتمر القاهرة والتوصية يعني تأسيس الدولة وتعيين الأمير فيصل. هذا كان أول ثورة شعبية حقيقية بالمناسبة يعني بالمنطقة، يعني أجبرت الاحتلال على أن يرضخ للإرادة الشعبية، لأن هم الثوار كانوا يطالبون بملك عربي أولا، وأن يكون فيصل، أن يكون شريف، يعني ابن واحد من أبناء الحسين، شريف حسين. ما كان في هذا التقسيم طبعا عراقي، وما يعني الدولة الوطنية ما كانت الآن ذاك الوقت السائدة، وكان أيضا العراقيين لم يشهدوا حاكم عربي منذ عام 1258 ميلادي، يعني 700 سنة هم يحكمهم الأجانب، فلذلك كان متلهفين لحاكم عربي مسلم. لا، والشيء الآخر أنه الصحافة العراقية يعني رغم قصر مدة
الثورة أو قصر مدة صحافة الثورة 13 عدد فعلا، لكن كان فيها من الفنون الصحفية والإعلامية حقيقة، رغم يعني عدم وجود تخصص لدى القائمين عليها، منهم عبد الرزاق الحسني المؤرخ المعروف كان أحد المشاركين في جريدة الاستقلال، لكنها تمكنت من أن يعني تثبت بعض أركان الفنون الصحفية، وهي موجودة الآن النصوص، والنصوص مهمة للأرشفة التاريخية. من في ناس يعني مهمين جدا مثلا كان مكتوب عليهم وقاموا بمحاربتنا والتعهد للإنجليز بالدفاع عن الأراضي نيابة عنهم عن الإنجليز، شيخ فلان وفلان وفلان. شكرا. شكرا للأخوة المتداخلين. بالنسبة للدكتور عبد المنعم، بالنسبة أنه أنا أشرت في البحث إلى هذه الشخصية، لكن ممكن الرجوع إلى المصادر المعتبرة لضيق مساحة البحث. نعم، بالنسبة للدكتور الجمهور أستاذنا، الإعلام اليوم علم متطور، والإعلام ليس حياديا بل موجها، ولذلك لا يكفي الإنسان أن يكون لديه معلومات وعالما أو داعية، إنما لابد أن تكون لديه مهارات. اليوم الإعلام هو نظريات التأثير وما شابه ذلك، وهذه الدورات ليست يعني بالصعبة، يعني مهارات ظهور الإعلامي، التفاعل مع وسائل الإعلام، الحوار وما شابه ذلك، حتى نخرج من دائرة الحوار الحاد إلى الحوار البناء. فهذا ما أطلبه، أنه يكون دائما الداعية لديه إلمامات في فنون الصحفية، وأيضا في مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، حتى يستطيع أن يتجاوز حيل الصحفي الذي يحاورك، لأنه أيضا يريد إما أن يفرض شخصيته أو يريد أن يفرض أفكاره وآراءه. فهذا الباب ليس من باب أنه تخويف الداعية، إنما لا، أن يكون مستعد، لأن الإعلام علم وفن. نعم، مداخلة أستاذنا دكتور مثنى في محلها، وأنا أشرت إلى أنه الصحافة الإسلامية نقسمها إلى قسمين، صحافة إسلامية تمتعت بالفنون الصحفية، وصحافة فقط دينية، إما تلتزم بمقالات أو بحوث أو دراسات. حتى مثلا مجلة التربية الإسلامية أصلا هي فقط مقالات يعني، وليست لا تغطي الفنون الصحفية الأخرى، لكنني أدرجتها من باب أنه أيضا إبراز دور العلماء في هذا الجانب. أما الشيخ جلال حنفي قد أصدر جريدة فتح، وكان كاتبا متمرسا في العفو دكتور الله يحفظك إن شاء الله. طبعا على فكرة أنه الشيخ جلال حنفي حينما ذهب إلى الصين وضع قاموس المصطلحات الصينية، ولكن قدر الله حينما عاد بالبحر سقط القاموس في البحر، وكان كما عشان يجيد أكثر من 8 لغات. نشكر الإخوة الباحثين ونشكر الحضور الكرام، وهكذا انتهت الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.